اوكي استاذ، في عندكم شيء اسئله قبل؟ في حدا هيك عنده شيء سؤال بباله؟ ايوه فينا نبلش بروبلم ناين يعني؟ اوكي يلا. طيب خلينا ننتبه مزبوط لانه منوش صعب يعني هذا السؤال. طيب عندي هذا السيركت، عطيني الفولوينج كرنتس. اوكي اوكي عندي الكرنتس الاي 1 بيساوي 6 امبير، الاي 3 2 امبير، الاي 5 1 امبير، وعندنا الاي 6 4 امبير، والاي 8 هي 10 امبير. ساره هلا الافضل مثلا بالامتحان حط الجيفن حطهم على الرسمه اوكي، حتى يضلوا مبينين قدامي، لانه انا كل شغلي حيكون على الرسم اوكي على السيركت. طيب part A determine the number of electrons crossing the load which is connected between B and C during 0.02 hours. طيب شو بدي طلع هون بهذا الفراغ؟ شو بدي طلع number of electrons اللي هي السيمبول لها شو؟ شكلكم يا استاذ بعدكم نايمين. يلا بدي طلع الان ده كان ايه بده الان استاذ تلص كانت قلنا ايه انه بقطش شو الصوت عم بيقطش؟ لا استاذ يمكن انترنت من عندي ما في، يمكن عشان انت سنخ في هوا كثير بكون انترنت مش منيح. ايه ايه بسيطة. طيب فإذا بده الـ number of electrons اللي هي الكابيتال N، وعطيني given الـ time، عطيني الـ time، الـ time بيساوي قد إيه؟ 0.02 hours، أوكي؟ هلا شو بعمل بالـ time أنا؟ بدنا نحوله. بدنا نحوله لـ second. لـ seconds. لـ second. فإذا... لا، ما هذا hour. من الـ hour لـ second. ما نضربه، استاذ ما نضربه 3600 3600 ايه اذا كان بالمنت بضربه ب 60، فاذا بضربه ب 3600 بيطلع معي التايم بالسكند. طبعا هذا الاس اي يونت السكند. طيب اوكي بالنسبه للان شو وين هذا الان موجود باي قاعده؟ اذا بتتذكروا باي قاعده موجوده؟ قاعده الكرنت. الكرنت ايوه الاي بيساوي الان تايمز شيك تايمز ال اي على تي الاي على تي صح اوكي. طيب اذا بدي اطلع الان من هذا الايكويشن الان ايكوال كان تايمز تايم اوفر اي اي ايه بعمل كروس مالتيبليكيشن اللي فوق باللي تحت واللي فوق باللي تحت كروس مالتيبليكيشن يعني ان تايمز الاي بيساوي الاي تايمز التي. فبيطلع معي الان يا استاذ انه بيساوي الاي تايمز التي على الاي ماشي. هذه حتى تعرفوا من وين اجت هذه القاعده، اجت من الكروس مالتيبليكيشن. هذه القاعده هي الاساس، هذه القاعده الاساسيه وكل شيء انا بجيب منها اوكي. فاذا الان اوكي طيب شو هو هذا الكرنت اي؟ اي كرنت بدي اشتغل عليه؟ في عندي 100 كرنت انا هون توين بي ام سي اي 3 هو بده النمبر اوف الكترونز كروسنج ذا لود اللي موجود بين البي والسي. البي والسي هذا البي وهذا السي، هذا هو اللود اللي موجود بين البي والسي. طيب شو الكرنت اللي مارق بهذا اللود؟ اي 3 هو الاي 3 اي 3 ما هي هذا الاي 3 ماشي بهذا الـ اوكي حوراء طعمي. ايه فاذا الاي 3 هي اللي عم تعمل فلو ثرو ذا لود بي سي، فاذا بدي اشتغل على الاي 3. الاي 3 موجوده بين البي والسي.
فاذا الاي 3 بيساوي الان تايمز الاي على التي، يعني الان بيساوي الاي 3 تايمز تي على الاي، وكل شيء معي بنعوض نعمل سبستيتيوشن بيطلع معي الجواب 9 تايمز 10 باور 20 شو الكترونز. بتعرفوا ليش الكترونز؟ لانه هذا عم جيب انا النمبر اوف الكترونز. اوكي، هي بالنسبه للبارت اي. سهل ولا صعب؟ في اي سؤال شيء استفسار؟ استاذ لا. اوكي طيب، البي indicate the values of the currents measured by the multimeters A1 وال A2. اوكي، بدي اشوف المالتيميتر A1 اللي هو الاميتر A1 يعني، والاميتر A2 قديش عم بيقيسوا او شو عم بيقيسوا يعني. يلا حاعمل اريز لكل شيء عندي. طيب هذا الاميتر A1 يا استاذ اللي شايفينه هون، اي كرنت عم بيقيس هذا؟ I5. هذا عم بيقيس الكرنت I5، هي اللي مرق فيها هو I5. طيب بالنسبه للاميتر A2 I6. أيام هذا I6 ماشي بهذا الواير بهذا البرانش، حيضل مكمل. فإذا I6 هو it is measured by the ammeter A2. طيب هلا بتعرفوا أنتوا الأميتر إيه مصطفى؟ بتعرفوا أنتوا الأميتر بيقيس يا بالبوزيتيف يا بالنيجاتيف؟ إيه أستاذ؟ كيف طلعت 9 times 10 to power 20؟ yeah 9 times 10 power minus 18. طيب خليك معي، كيف طلعت معك هيك يعني مش هيك؟ انت على الكالكوليتر الجواب طلع اخر شيء مش هيك. يمكن شكله على الكالكوليتر. انت ليك شو بدك تعمل على الكالكوليتر؟ بدك تحط بس تكتب هودي 2 times 72، بدك تحطهم ببراكتس. اوكي ايه ما تنسى بتحطهم ببراكت هودي لحالهم، وقسمي هادي كمان ببراكت. ماشي. اوكي طيب، اللي كنا عم نحكيه هون انه الاميتر A1 عم تقيس الكرنت I5 والاميتر A2 عم تقيس الكرنت I6. بس هلا بدي اشوف ال A1 عم تقرا مثلا، عم تقرا 1 امبير ولا ماينس 1 امبير؟ ماينس 1. اوكي بدي اعرف، كيف بعرف اذا هذا الاميتر عم يقرا لي بالنيجاتيف او بالبوزيتيف؟ هات لنشوف. اذا الاميتر عم يقرا بالنيجاتيف يعني معناتها القم على اي جهه موصله؟ على جهه البوزيتيف. ايوه، فاذا اذا كانت القم موصله على جهه البوزيتيف فمعناتها هذا الاميتر حيقرا بالنيجاتيف. طيب خلينا نشوف هذا الاميتر. هلا كيف بعرف البوزيتيف سايد والنيجاتيف سايد؟ بعرفهم من الكرنت، مزبوط؟ من الكرنت. كيف الكرنت عم يمشي، من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال؟ مبين هون عم يمشي هيك صح؟ من الشمال لليمين 100%. يعني اي جهه البوزيتيف؟ هذه جهه البوزيتيف وهذه جهه شو النيجاتيف، لانه بتعرفوا الكرنت بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف صح؟ اوكي طيب هلا بنروح على القوم تبعت الاميتر. القوم تبعت الاميتر على اي جهه موصله؟ على جهه بوزيتيف، على جهه البوزيتيف. فمعناتها هذا الاميتر A1 حيقرا شو؟ حيقرا بالنيجاتيف، يعني حيقرا ماينس 1 امبير. اوكي طيب بالنسبه للاميتر A2 عندي هذا الكرنت I6 ماشي بهذا الاتجاه. اوكي يعني اي جهه البوزيتيف؟ شمال ولا يمين؟ شمال. هذه جهه البوزيتيف وهذه جهه النيجاتيف. طيب نروح على الاميتر بنشوف القم على اي جهه موصله؟ على جهه النيجاتيف، يعني بدي اقرا بالبوزيتيف. ايه يعني القم موصله على جهه النيجاتيف فمعناتها الاميتر حيقرا 4 امبير. عرفنا يا أساس كيف نعرف الأميتر شو عم يقرأ أو شو هي الطريقة؟ سهلة. أوكي فإذا لأعرف الأميتر إذا عم يقرأ بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف، أول شيء بشوف الكرنت كيف ماشي وبحدد البوزيتيف والنيجاتيف سايدز، وبرجع بتطلع على الكوم تيرمينال
شوف هذا الكوم تيرمينال اذا موصل على جهه البوزيتيف فمعناتها هذا الاميتر بده يقرا بالنيجاتيف. اذا الكوم كان موصل على جهه النيجاتيف فمعناتها هذا الاميتر حيقرا بوزيتيف فاليو. تمام. اوكي، اي سؤال يا استاذ؟ لا. اوكي، البارت اي determine the direction and the value of the current I7. يعني بدي حدد ال direction وبدي حدد قيمته لل current I7 اللي هو وين هي هذا ال I7. لا مش معروف لا ال direction ولا معروف قديش قيمته. طيب شو بعمل بهذه الحالة؟ what summation. بدنا نشتغل على summation. اوكي، بدي اشتغل على ال junction rule. بس قبل ما اشتغل على ال junction rule بديش اعرف هذا ال I7 إذا entering مثلاً أو leaving. شو أستاذ؟ مين بيرفع إيده؟ هذا leaving لأنه رايح على إيه؟ هلا أول شيء بدك تنقي ال junction. أي junction بدك تشتغل عليها؟ E. يعني مثلاً في ينقي ال E، في ينقي ال E، وفي ينقي ال C. ما هو هذا الاي 7 ما هو موجود بهذا البرانش، موجود بين السي والاي، فمنقول يا بالاي يا السي بيشتغل عليها يا بيشتغل على الاي. هلا بدكم تشتغلوا على الاي او السي؟ اي اي استاذ. اي اي استاذ. اي الاي. ليش الاي؟ لانه كل شيء موجود عليها، يعني كل شيء كل شيء كرنتس فايتين فيها او ظاهرين منها معروفين ما عدا الاي 7. اوكي طيب خليني محي هاي. هلا ليش ما نقيتش السي مثلا؟ ليه ما نقيت السي؟ لانه الكرنت اي 4 مجهول. الاي 4 مجهول، يعني هيك بصير في عندي مجهولين اذا بدي اشتغل على الجنكشن سي. طيب خليني اشتغل على الجنكشن اي. اوكي طيب الاي 7 هون شو بتقولوا؟ شو بتفترضوا؟ هلا هذا افتراض انتم بيرجع لكم، يا بتقولوا الاي 7 از انترينج اي يا بتقولوا الاي 7 از ليفينج اي. ماشي، فاذا اول شيء بعمل سبوز للدايركشن اوف ذا كرنت، يعني مثلا هون ماخذين انه او افترضنا انه الاي 7 از انترينج اي. اوكي افترضت انا شو از هو انترينج اي. هلا ايه فيك تحللها انت وتقول انه وتتاكد انه it is entering اي، وفي ناس بتقول لك leaving اي، وحسب الفاليو بيطلع مع اخر شيء بتعرف اذا مزبوط ولا لا. استاذ لانه لو leaving اي ما فيه شيء يروح بعكس الكرنتس الباقيين، ما في يروح بعكس الكرنت اي 5 واي 4، ما في يروح بعكسهم. ايه او الاي 3 اي 4، ما هذا الاي 3 ماشي هيك، هذا الاي 3 وهذا الاي 4 كمان طالع، اثنيناتهم هودي حيتجمعوا هون ويعطوني الاي 7. فتحليلك المنطقي بيقول انه الاي 7 هي انترينج اي، صح؟ مزبوط. فبفترض الاي 7 از انترينج اي. هلا ليك في طلاب ما راح يحللوا مثلا بشكل منطقي وحيقولوا يمكن يفترضوا انه الاي 7 از ليفينج اي. بس شو حيطلع معهم اخر شيء؟ حيطلع معهم الاي 7 بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ نيجاتيف. حيطلع معهم بالنيجاتيف، وساعتها بيقولوا لا الاي 7 مش كان ليفينج كان انترينج اي، والفاليو له هي 7 امبير، عفوا هي قد ما بتطلع معي. طيب فاذا افترضت اول شيء الاي 7 از انترينج اي. طيب هلا بطبق الجنكشن رول. جنكشن رول على اي نقطه؟ اي على النقطه اي. فاذا سميشن للكرنتس اللي فايتين على الاي يساوي السميشن للكرنتس اللي ظاهرين من الاي. طيب شو هن الكرنتس اللي فايتين على الاي؟ اي 6 اي 5 واي 4 اي 3 واي 4 واي 3 اي 3 بلس بلا اي 4. طيب شو في عندي هون كرنت؟ هون شو في عندي كرنت هون؟ اي 6 اي 6 اوكي. شايفين هذا الاي 6 حيضلوا ماشي بهذا البرانش وحيروح على الاي، فاذا هذا الاي 6
إذن الكرنت بهذا البرانش هو I6. الكرنت بهذا البرانش هو I5. I5. الكرنت بهذا البرانش هو ال I8. I8. وعند الكرنت بهذا البرانش هو I7. أوكي؟ فبدي أشتغل على هود الأربع برانشز، على هود الأربع برانشز اللي هن موصولين على الإي بس. فإذن الكرنتس اللي فايتين على الإي هن الـ I5 I6 I5 والـ I6 والـ I7 والـ I7 هو هن هود اللي فايتين. اللي ظاهر، اللي ظاهر من الإي هو بس الـ I8 لأنه السهم جاي لبرا. أوكي هلا بنعمل سبستيتيوشن، كل شيء معي يا ما عدا الاي 7، فبيطلع معي الاي 7 بيساوي 5 امبير. طيب 5 امبير هذه اكبر من صفر ولا اصغر؟ اكبر يعني اكبر. فاذا الافتراض اللي افترضناه لكان سو الاي 7 از انترينج اي واتس فاليو از 5 امبير. اوكي تمام يا أستاذ. طيب هلأ حأفترض مثلا، خلينا نفترض أنه حدا من الطلاب افترض العكس، يعني بدل ما يقول entering بدل ما يقول entering قال leaving. هو حر يعني مش رح نقول له غلط، بس آخر شيء حيبين معه. طيب لنفترض أنه قال leaving، يعني معناتها هون الكرنت I7 معناتها الـ I7 هون is leaving، يعني هون هذا الـ I7 طالع طلوع. أوكي طيب هون قلنا نحن الـ current هو I6، هون الـ current معروف I5 وهون الـ current I8. أوكي طيب هلأ شو هن الـ currents اللي فايتين على الـ اللي فايتين على الـ E؟ I5 I6 I5 و I7 I5 و I6. I7 إلنا suppose leaving. لا ما هلا افترضنا أنه هي leaving. فإذن اللي فايتين على الـ A هن الـ I5 والـ I6 والـ I6. فإذن خلينا نحط I5 plus I6. طيب اللي ظاهرين من الـ A هلا I7 I8 I7 و plus I8. طيب خلينا نعمل substitution. الاي 5 قديش؟ واحد. خلينا نستخدم اللون الثاني. طيب اذا الاي 5 هي واحد زائد الاي 6، الاي 6 هي 4 يساوي الاي 7 بدي اياها الاي 7. طيب الاي 8 قديش عطيني اياها؟ 10 امبير. اوكي طيب فاذا 5 بيساوي اي 7 بلس بلس شو؟ بلس 10 أمبير، بلس 10 أمبير. هلأ بياخد الـ 10 أمبير بياخدها لهونيك، فبيطلع معي إنه 5 minus 10 حيساوي شو؟ حيساوي I7 يطلع minus 5. فحيطلع معي الـ I7 حيطلع minus 5 بالضبط. آخر شيء الـ I7 بيساوي بيساوي minus 5 أمبير. طيب هذه true ولا false؟ أظهر من zero. هذه false. فإذا من all then then ال I7 هون شو is entering ولا leaving all؟ Entering. Is entering. Is entering. محمد حيدر. فإذا هون الـ I7 is entering E و its value قديش؟ و its value الـ I7 بيساوي 5 أمبير، ما عادش بحط الماينس. أوكي؟ هذه بكل بساطة. سهلة مش سهلة؟ إيه سهلة. طيب الـ part 2I deduce the values of the current I4. يلا خلينا نشوف الـ I4 اللي هو هذا كيف بده يطلعوا. إذا حدا بيرفع إيده
ساز طلع انا يلا قول الله طلع اي جنكشن اول شيء بدك تنقي الايه يا استاذ باخذ جنكشن ايه اوكي برافو طيب استاذ بكتب سميشن للكرنت انترينج اي يلي هن اي 1 اللي هن الاي 1 اوكي وبس ما في غيره يا استاذ والاي 2 في عندنا مشكله بالاي بتعرف يا استاذ استاذ قال اي 2 مجهول مجهول ساعتها ما هيدي اذا اخذت الاي صار بصير في عندك مجهولين فما راح تزبط معك بدك تدور على جنكشن ثاني هلا انت بتطلع بالاي بالاي 4 مش هيك هي باي برانش باي برانش ماشي يعني بين اي نقطتين موجوده من الاي للسي من الاي للسي فاذا انت نقيت الاي وطلع فيها مجهولين فساعتها بتروح لاي لاي جنكشن هلا سي بتروح للجنكشن سي اوكي طيب فاذا على السي شو الكرنت اللي مرق هون إذا عنا الانترينج سي هن الاي 4 والاي 3 اوكي فاذا هالكرنت هون اي 4 اي 3 عفوا اي 3 اوكي فالانترينج هن اي 3 واي واي 4 طيب والليفينج اي 7 اي 7 اوكي فاذا كل شيء معي كل شيء معي يا ما عدا الاي 4 الاي 3 هي 2 والاي 7 هي 5 فبيطلع معي الاي 4 هي 3 امبير ماشي الحال اي استفسار اذا حدا بده يسال اوكي طيب فاذا هون ما ننسى انه الكرنت اللي ماشي بهذا البرانش هو الاي 3 هو الاي 3 طيب اوكي صار معي الاي 4 بتساوي 3 امبير فبروح على الرسمه وبسجل انه الاي 4 صارت بتساوي 3 امبير طيب كيف نطلع الاي 2 هلا على الجنكشن ايه يلا كنت عم تجاوب شيء استاذ انا كنت عم جاوب قبل شوي ايه اوكي خلص خلينا نشوف حدا تاني لكن وسيم انت كنت عم تجاوب وسيم AF طيب اوكي ساره انا جاوب يا وسيم انت ايه اوكي يلا وسيم اوكي يلا على اي جنكشن بتشتغل هلا يا وسيم الاي على جنكشن اي مزبوط اوكي على جنكشن اي طيب هون شو في عندك مشكلة بالآي 2 شو إذا بتطلع على الآي 2 على الرسمة هلا صح إنه هي مجهولة الفاليو لها مجهول بس بعد في شيء تاني مجهول فيها شو هو إيه وسيم شو ما في شيء لا لا هي لك هي الفاليو لها مجهول شاك بس في إلها دايركشن إذا بتطلع هون ما في عندي دايركشن فإذا شو بدك تعمل هون بدك تفترض ماشي ماشي خلينا نفترض مثلا شو بدك تفترض إنه فايتة ولا ظاهرة أنت برأيك شو المنطق أكتر لا فايتة فايتة أوكي فسبوز سبوز الآي 2 is entering جنكشن A طيب منطبق هلا الجنكشن رول على على النقطة أو على الجنكشن A يلا شو هن الكرنتس اللي فايتين على A وسيم؟ I2 بس هيدا افترضته إنه فايت أوكي I2 شو بعد؟ I1 و I2 أوكي مضبوط و I1 I1 و I2 أوكي طيب شو هن الكرنتس اللي ظاهرين من الA؟ I3 و I4 و I5 و I6 برافو هذا وهذا والآي 5 والآي 6 تمام أوكي فإذا بنحطهم كلياتهم سوا
بنرجع بنعمل substitution، نعمل substitution بيطلع معي الاي 2 اخر شيء بيساوي 4 امبير. ايه اس اس لما فينا نقول انه مثلا انه suppose that i2 is entering a بس إيه؟ منقول انه الاي 1 والاي 2 هن لازم يكونوا نفس الفاليو للاي 8، هن لازم يكونوا نفس الفاليو لمين؟ للاي 8. فيك تقول هذه طريقه ثانيه مظبوط، فيك تقول the currents that flow into A is equal to the currents that flow out of E. مظبوط، هذه طريقة تانية كمان فيك تحلها. طيب خلا هلا افترضنا انه حلينا على الجنكشن اوكي وطلعت معي الاي 2 بتساوي 4 امبير اخر شيء. طيب 4 امبير هي فورز ولا ترو؟ ترو ترو ترو. فمعناتها supposition اللي كنت انت مفترضه it is correct، فبتقول ال i2 is صح كانت entering a و its value is i2 equal 4 ampere. تمام يا استاذ؟ yeah. اوكي طيب طيب يا استاذ هلا في عندي البروبلم 10، خلينا بالوقت الباقي انا بعد في عندنا شيء 8 دقائق روح على البروبلم 10. اوكي استعمل ستوب شير ونعمل شير للبروبلم 10. هذا بروبلم 10 اوكي. هي بروبلم 10 يا استاذ. البروبلم 10 كمان في عندك هذا الساكت المعقد اللي موجوده قدامك، هي مش معقده بس هي بتبين لنا انه كانه معقده. في عندي الكرنتس اللي عطيني اياهم جيفن، بنحطهم على الرسمه. الاي بتساوي 10 امبير، الاي 1 كمان، الاي 3 والاي 4 والاي 5. اوكي طيب عم بيسالني هون اذا بوينتس اي اند بي ار كونكتد تو اي باتري، الاي والبي اثنيناتهم هون موصولين على بطاريه. اوكي specify whether B is connected to the positive or to the negative pole of the battery. هذا البارت A. في عندي البي البي مع الA موصولين على بطارية او دي موصولين على بطارية. A وسيم البي leaving فهي على النيجاتيف، فهي على جهة النيجاتيف. اوكي فمعناتها البي هي النيجاتيف بول اوف ذا باتري والاي هي البوزيتيف بول. اوكي طيب ساره شو بتقولي استاذ؟ لان الكرنت هو ليفينج بي والكرنت فلوز فروم بوزيتيف تو نيجاتيف. مظبوط مظبوط يا أستاذ. طيب أنا يمكن رسمت الرسمة هون مش واضحة كتير، خليني أرجع أرسمها مرة تانية. طيب عم بيقول لي الـ A والـ B، خليني أرسم لك أنا هذا من هون لهون. الـ A والـ B موصولين على بطارية. طيب أوكي طيب البطارية حتكون بهذا الشكل يعني أصلاً؟ مظبوط حتكون بهذا الشكل البطارية؟ لا بالعكس. لا بالعكس أوكي. فالبطارية حتكون بهذا الشكل. لا لا إيه صح. فإذا البطارية حت لا فهمت يا أستاذ، البطارية حتكون بهذا الشكل. أوكي فإذا منقول الـ B is connected to the negative pole of the dry cell since I8 is flowing out of B.
هلا بما انه الاي 8 از فلوينج اوت اوف في مثل ما قلتوا, فمعناته ونحن بنعرف الاي 8 او الكرنت بيمشي من النيجاتيف او من البوزيتيف للنيجاتيف. لازم اسمع لك هتقطش. ايه الصوت كان عم يقطش. ف ال B هون is connected to the negative pole of the dry cell since I8 is flowing out of B. ونحن بنعرف انه الكرنت بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف, ف الاي 8 حيروح لجهه النيجاتيف. فكرمال هيك ال B حتكون connected عن النيجاتيف pole of the dry cell, اما ال A حتكون connected على البوزيتيف pole of the dry cell. تمام؟ تمام. تمام. طيب ال B calculate the charge and the number of electrons that flow into junction A during 2 minutes. استاذ هو مش بدنا نطلع الشارج بالاول وبعدين نطلع النمبر؟ اكيد بدك تمشي بالترتيب, يعني بدي اطلع الشارج كيو. طبعا هون الشارج كيو التشارج والنمبر اوف الكترونز ذات فلو انتو جانكشن اي, ذات فلو انتو جانكشن اي. شو اللي فايت على جانكشن اي؟ اي كرنت؟ اي الكرنت اي. اوكي طيب. طيب كيف بدي كيف بدي اشتغل على الكيو؟ باي قاعده موجوده؟ اي اوفر تي. الله. اي اوفر تي. ايه مصطفى, اي بيساوي كيو over t على t. هذه القاعده الاساسيه. يعني ال q equal i times t equal i times t i times t. اوكي الاي معيها. فاذا طيب في عندي هون t بيساوي 2 minutes, شو لازم اعمل فيها؟ نحولها بنحولها لسكندز. اوكي بنضربها بقد ايه؟ 1600. لا يا استاذ 60 ما هذه منت. بالأورز ما ندير بالنا. اوكي فاذا تي حيكون 120 سكند. طيب the current flow into junction A is I مثل ما قلنا, والكيو بيساوي الاي تايمز التي. بنعمل substitution فبيطلع معي شو اليونت للكيو, شو اليونت للتشارج عادة بالأصغر يونت؟ لا هي الكولومبس. اليونت للتشارج هو كولومبس ماشي. فحيطلع معي 1200 كولومبس. هي بالنسبة للكيو. طيب بالنسبة للنمبر اوف الكترونز I equal N times E على T. I equal N times E على T. يعني الآن شو بيساوي؟ I times T على A. برافو عليك. اوكي الاي اللي هي معروف المين كرنت. طيب كل شيء معي والاي بدنا نكون حافظينها. على كل حال الاي بدنا تكون حافظينها اللي هي دائما بتساوي 1.6 تايمز 10 باور ماينس 19 كولومز. اوكي فبيطلع الجواب اخر شيء 7.5 تايمز 10 تو باور 21 الكترونز. هذا النمبر اوف الكترونز ذات فلو انتو جانكشن اي. هي تطبيق قواعد يعني صارت, بس اهم شيء اعرف اي كرنت بدي اشتغل, لانه في عندي كذا كرنت. اوكي استاذ. طيب هلا هيك بيجوا اسئله الامتحان. انا حابعث لكم نموذج لامتحان عملناه من السنين الماضيه, حابعث لكم نموذج منه سؤالين حتحلوهم انتم بالبيت كهوم وورك, وبعدين بنشوف كيف بنحلهم نحن وياكم. تمام هيك. بس مستوى الامتحان حيكون مثل الأسئلة اللي بنحلها نحن. تماماً. وأنت بدنا نسلمك إياهم. سلمنا إياهم للأسبوع الجاي راحت. طيب وعندنا كمان هومورك بروبلم 10. بروبلم 10 يعني كملوا. بس الأفضل أوكي. إنه نحل هذيك إذا بقي معكم وقت بنحل البروبلم 10. أوكي أستاذ. طيب انا هلا لانه بعد في عندي اقل من دقيقه حاعمل اند للميتنج.